بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم وتحياتي لجميع المتابعين الأوفياء، تحياتي لكم أينما كنتم. إذا على بركة الله نبدأ هذا الفيديو مع طائر الحسون البري داخل السلاكة، فتابعوا معنا جزاكم الله خيرا، ولا تنسوا دعم القناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا إخواني الكرام، طائر الحسون في هذه الفترة، فترة الراحة وانتهاء من غيار الريش، فأقدم له في هذه الفترة الاستحمام كثيرا مع بعض النباتات المفيدة والصحية وكذلك الحبوب، والحمد لله والشكر لله. إذا طائر الحسون في هذه الفترة يحب الاستحمام نظرا لغيار الريش الذي يقوم بإسقاط ريشه وتغيير الريش، فيريد الاستحمام كثيرا حتى يكون نظيف، جسده يكون نظيف جدا، وفي هذه العملية يقوم بتغيير الريش. حاليا هي هذه الفترة فترة بداية الراحة أو فترة نهاية غيار الريش، فبعض الحساسين يبقى لها بعض الريش تقوم بتغييره كما تشاهدون، والآن ينظف جسده ويقوم بإسقاط بعض الريش. الحمد لله والشكر لله. فالريش تجده في الماء، عندما تقدم له الاستحمام تجد الريش في الماء مثل هذه الريشة، تلك الريشة، بعد الريش يبقى فوق الماء. ما شاء الله، سبحان الله، سأنتظر قليلا حتى يقوم بالاستحمام.
وفي الأخير إخواني الكرام، تحياتي لكم، ولا تنسوا دعم القناة تشجيعا لنا لنستمر بالمزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى هنا سأنتهي، والسلام عليكم.